باب من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. هذه الأشياء بابها باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربع: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. هذا الأخ أقول له أعطني كاسة ماء، يصح؟ ننظر: حي نعم، حاضر نعم، قادر نعم، ما شاء الله يتحرك. سبب يعطيني هذا أو يعطيني هذا، لا إشكال، أو أنا أقوم أخذ الماء. هذا الأخ خرق في البحر وينادي هذا على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، أو يتصل مثلا على خبر السواحل عندنا، أو مثلا يتصل على الدفاع المدني. يصح؟ إذا توفرت الشروط الأربعة يصح. لكن ينادي غائب، هو هنا في السعودية ينادي الولد الذي في الهند، شرك أكبر. أو ميت، أو إنسان مشلول لا يسمع يقول أغثني، شرك أكبر. أو يعتقد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار. إذا أخذنا الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بالشروط الأربع: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه السبب.